في الدرس السابق عند النقطة الخامسة من السمات النقد، ونستكمل اليوم النقطة السادسة التي تقول بالنسبة للناقد يقرب أو النقد يقرب الآثار الأدبية إلى القراء ويساعدهم على فهمها ويرسم لهم طرق القراءة النافعة ويمكنهم من تحليل النصوص، فهو بذلك يهديهم إلى نواحي الجمال والتذوق الأدبي. يعني الإنسان العادي أو الشخص العادي القارئ العادي ربما لا يتبين نواحي الجمال والتذوق الأدبي، لأن هذه الأمور تحتاج إلى متخصص. فلذلك هذا الناقد أو هذا النقد يقرب الآثار الأدبية إلى القراء، يعني بمعنى يبرز الجوانب الأدبية ويوضحها ويشرحها حتى يفهمها القراء بشكل أكبر، ويرسم لهم طرق القراءة النافعة، يعني بمعنى القراءة النافعة اللي هي القراءة العميقة المتفحصة، ليست القراءة السطحية، ويمكنهم من تحليل النصوص. طبعا عندما تنقد قصيدة ما أو قصة ما أو قطعة نثرية ما، هذا التحليل يبين كيفية فهم النص من الناحية الأدبية. لذلك يهدي هؤلاء القراء إلى نواحي الجمال والتذوق الأدبي. نأتي إلى صفات الناقد الأدبي. إذا كان لابد للأديب من أن يكون ذا ملكة منتجة تبين مواضع الجمال في الأعمال الأدبية، فهناك صفات لا بد من تحققها في الناقد الأدبي حتى يستطيع أن يبين للناس ما أدركه من أسباب الجمال في الأدب، ومن أبرز هذه الصفات. يعني كما قلنا أو كما هو معروف أن الأديب له صفات خاصة يتمتع بها تختلف عن صفات بقية البشر، كذلك الناقد أيضا له صفات خاصة لابد أن تتوافر فيه حتى نستطيع أن نقول إنه ناقد أو حتى يستطيع أن يكون ناقدا. أولا، أولى هذه الصفات هي الموهبة، وهي الاستعداد الذاتي لدى الناقد لفهم العمل الأدبي وتذوقه والتأثر به، لأن الناقد الفاقد للحساسية الفنية غير قادر على أن يخرج من العمل الأدبي أو بانطباعات واضحة مهما جمع من قواعد علم الجمال وأصوله ونظرياته بشيء. يعني بمعنى أولا قبل كل شيء لابد أن تتوافر الموهبة في الناقد الأدبي، يعني الناقد الذي لا يملك الموهبة أو الشخص الذي لا يملك الموهبة لا يستطيع أن يكون ناقدا، وهي طبعا كما هو أو كما قلنا هو الاستعداد عند هذا الشخص، وهو طبعا هذه ملكة أكثر من كونها دربة، لأن الدربة تتمثل في نقاط أخرى وفي أمور أخرى، وهي تقوي هذا الأمر عند الناقد. يعني أولا قبل كل شيء هناك من يصلح لأن يكون ناقدا وهناك من لا يصلح أن يكون ناقدا. النقطة الثانية الثقافة الواسعة، وهي أن يتصف الناقد الأدبي بثقافة واسعة لا تقف عند ثقافة بعينها، بل تتطلب الإلمام بجملة من العلوم والمعارف مثل الفنون الجميلة والموسيقى وعلم النفس والتاريخ، فجميع هذه العلوم ترتبط بالأدب لارتباطها بحياة الإنسان. كما ذكرنا سابقا عندما نريد أن نحكم على قصيدة لابد أن نعرف البيئة التي قيلت فيها، أيضا الزمن الذي قيل فيه، كذلك الحالة النفسية للشعر. يعني هذه الأمور مرت علينا بطريقة أخرى قبل في الحصة الماضية، وهي طبعا يعني لابد من الإلمام بها لدى الناقد، لأن الإلمام بجملة من العلوم والمعارف مثل الفنون الجميلة، الفنون الجميلة تنمي الذوق عند الناقد،
أيضا الموسيقى كذلك، أيضا علم النفس حتى يستطيع أن يفهم نفسية صاحب النص في تلك الفترة، يعني العوامل النفسية أو الظروف النفسية التي يخضع لها عند كتابته هذا النص. أيضا التاريخ الذي قيلت فيه يسهل أو يساعد في الحكم على هذا النص وفي نقده نقدا جيدا منصفا إلى حد ما. وكما هو معروف هذه الأمور ترتبط بالأدب لارتباطها بحياة الإنسان. كما يحتاج الناقد الأدبي إلى معايشة الأدب وكثرة مدارسته، يعني الناقد الأدبي لابد أن يكون لصيقا بالأدب بشكل مستمر، يعايش الأدب في جميع صوره، في جميع مراحله، في جميع، يعني هذا جزء من ثقافة الناقد. يعني طبعا لأن كما قلنا معايشة الأدب ومدارسته تكون بكثرة القراءة، بكثرة الاطلاع، بكثرة المعرفة، وكل ذلك يعينه على العلم بالأدب، أي بمعنى الإدراك بالأدب بصفة عامة، حتى يستطيع أن يميز بين جيده ورديه. فالتمرس يجعله بصيرا بأمور الأدب، مدركا الفروق والتمييز بين الجيد والأجود والقوي والضعيف في ذلك، مثل أصحاب الصناعات الأخرى، فهم في حاجة ماسة إلى مخالطة موضوع صناعتهم حتى يصبحوا أهلا للحكم ويصبح قولهم حجة فيما يحكمون عليه. يعني مثلا عندما نأتي إلى الحداد مثلا أو النجار، إذا لم يعني بمعنى يمارس مهنته بشكل واسع لا يستطيع أن يتقن عمله، وكذلك لا يستطيع مثلا أن يميز البضاعة الجيدة من الرديئة. كذلك الناقد لابد أن يكون لصيقا بالأدب، مطلعا عليه من عدة جوانب، حتى يكون حكمه أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الدقة. أيضا معرفة اللغة، فمن غير المقبول أن يتعامل ناقد مع نص أدبي مادته اللغة من دون معرفة باللغة. على الناقد أن يكون ذا معرفة واسعة باللغة. أيضا المعرفة باللغة ليست المعرفة الأولية التي يعرفها جميع الناس، لا، لأن الشاعر أو القاص أو الأديب أو أي كان أحيانا يأتي بمفردات غريبة ربما لا يتعمد ذلك، ولكن هذه المفردات موجودة في بيئته، خاصة النصوص القديمة. يعني هناك ألفاظ كثيرة تركها الناس الآن وأصبحت غريبة، بينما هي في وقتها كانت مألوفة ومعروفة عند الناس. ولذلك يلزم الناقد أن يكون ذا معرفة واسعة باللغة، لأن اللغة مادة الأدب، ومن خلالها يتم تصويره للإنسان والحياة البشرية. فعلى الناقد أن يدرك دورها الدقيق في الأدب، فيدرس الكلمات من مفردات وجمل ليقف على ما تقدمه الكلمة من إيحاءات وصور وموسيقى. يعني هذا كما قلنا لابد إذا أردنا أن نبين مواطن الجمال في نص ما أن نكون مدركين للغة حتى نستطيع أن نحكم على هذا النص، لأن اللغة هي مادة هذا النص الأدبي. وهذا كله يفرض على الناقد الإلمام بعلوم النحو والصرف والعروض وعلوم البلاغة وكل ما من شأنه أن يزيد من معرفته بأسرار العربية وخفاياه. فقضية النحو والصرف هذا أمر مفروغ منه، لأن النحو طبعا معروف، يعني إذا كان هناك خطأ نحوي قد يفسد القصيدة
من عدة جوانب، أحيانا يكسر الوزن، أحيانا يغير فيها، يكسر القافية إلى آخره. والصرف أيضا، لأن كما هو معروف مثلا الشعر على سبيل المثال، لابد أن ندرك الصرف. يجوز للشعر أشياء، لكن هناك أشياء لا تجوز له. العروض وهو ماد يعني هذا المقياس أو الفلتر للشعر، يعني لو خاصة القديم الشعر العمودي أو الشعر التفعيلة، لابد أن يكون موافقا للعروض، وعلم العروض معروف عند أهل اللغة. أيضا علوم البلاغة في تركيب الصور، في نحتها، في هذه أمور لابد أن يلم بها الناقد. وأيضا أمور أخرى يعني خاصة بأسرار العربية وخفاياها، يعني حتى وإن لم نذكرها، ولكن يعني لابد أن يكون على إلمام بها، حتى يعني مثلا على سبيل المثال بعض الأمور مثلا التي ظهرت في فترة ما في اللغة، كذلك حتى في النحو والصرف، يعني لابد أن يدرك حتى المدارس، لأن النحو مثلا له مدارس، ليس مدرسة واحدة، لابد أن يكون عنده خلفية على هذه المدارس حتى يستطيع أن يحكم على النص، خاصة النصوص القديمة. أيضا النقطة التالية النزاهة والصدق، لأن قبل كل شيء ما دمت ناقدا تريد أن تحكم على شيء ما أو نص ما، فأنت هنا تمثل القاضي، لذلك لابد أن تكون نزيها وصادقا مع نفسك ومع غيرك، بمعنى لا تتجاذبك الأهواء بأن تميل إلى أمر ما فيكون حكمك مختلا. لذلك على الناقد أن يلتزم الأمانة العلمية والموضوعية في النقد الأدبي، فالنقد لا يمكن أن يقوم على التعصب والعاطفة، اللذين قد يدفعان بالإنسان إلى الإفراط في التفريط أو الذم لأسباب فردية قد تكون الولاء أو المعاداة الشخصية. يعني بمعنى معنى هذا الكلام أن الإنسان عندما تحكمه الأهواء الشخصية قد يتعصب مثلا لشاعر من بني جلدته مثلا على سبيل المثال، أيضا العاطفة لأنه يحب هذا الشاعر كذلك. طبعا هذه الأمور إما تدفع إلى الإفراط أو التفريط أو الذم، أحيانا يذم الشاعر لأسباب فردية أو شخصية، وهذا طبعا يفسد مهمة الناقد. كما قلنا الناقد يمثل القاضي الذي يريد أن يحكم على شيء ما من خلال المعطيات المقدمة، ولذلك لابد أن يلتزم الناقد النزاهة والصدق. على الناقد أن يكون صادقا في عرض أفكار الآخرين ومناقشتها بكل موضوعية، وأن يتحرى الدقة في فهم آراء الآخرين، يعني بمعنى يتبين الأمور حتى الدقيق منها، والحرص على نقلها على حقيقتها ونسبتها إلى أصحابها أيضا، وتجنب سرقة أفكار الآخرين، لأنه أحيانا تأتي نصوص نقدت فيما سبق فلا يأتي ويأخذ هذه الآراء ويدعيها لنفسها وينسبها، هكذا طبعا لا يكون ناقدا بالمعنى الصحيح. فالسرقة العلمية في النقد الأدبي لا تختلف عن أي سرقة، السرقة سرقة، ولذلك لابد أن يكون نزيها، حتى وإن جاءت فكرة ما عند ناقد ما عند شخص ما قالها فيما سبق، لابد أن ينقلها كما هي ولا يدعيها لنفسه ولا يسرقها.